الفقير البطال والمحتال والسياسي واللي طالب عزيز من الحريات. أعلنت مصادر للجزيرة بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد غادر البلاد. مباشرة معنا من تونس العاصمة محمد الغني. التوسع المواطنين في تونس في حالة انتظار. حان وقت التغيير. إنقاذ تونس اليوم واجب وطني لا جدال فيه. لازلنا في هذه التغطية. الجيش تحمل المسؤولية وعليكم أن تحافظوا على الأمن. Let's go!
اهداف دولة سياسة.